السلام عليكم، حياكم الله في قناة ألوكار. معكم محمود فيصل، واليوم معنا طريقة إعادة ضبط الخدمة في سيارات مرسيدس جي 63 الشكل الجديد 2019 وفوق. خليكم معنا عشان تعرفوا كيف الطريقة. أهلا وسهلا في الجميع. أول شيء بنسويه بنخلي السيارة وضع الأون، نضغط ضغطتين بدون بريك، تمام، بيضبط الطبلون. بعده نضغط على زر التراجع معها، بعدين بنروح على اليسار في القائمة يطلع لنا سيرفيس، بعدين بتنزل على السيست بلس، بعدين تعمل اوكي. طيب هاي السيارة معمول لها سيرفيس اوريدي، اذا سيارتك انت كان بدها سيرفيس او طلع لك العلامة راح يطلع لك فول سيرفيس، بتضغط اوكي بعدين كمان اوكي، بعدين بتشغل السيارة بريك بتشغل بعدين، تمام خلاص حيروح هذا المسج. اهم شيء لما تسويه يكون على عداد الكيلو، ما يكون على عداد السرعة، عداد السرعة ما حيضبط معك. واهلا وسهلا في الجميع.